الحمد لله الذي بدأ بثناء نفسه والصلاة والسلام على الفاتح لما أغلق صلاة تعرفنا بها إياه. وبعد فهذه قصيدة الدالية منظومة على بار الكامل في مد شيخنا العلامة الفهامة الدراكة الإمام المفسر المحسن في علمه وأمواله لسائلين. والبار بار كامل لكونه كاملا. قلت في مطلع قصيدة: إن السرور أتى بخير قصائدي في شيخنا المفضل رغم التباعد، عن الذي نال الأولى من ربه بالعلم والإرفان بين أماجدي، حيث الإله زاد بسطة في العلم أتى صار آل تصاعدي، من علمه علم القرآن العظم ولذا يفسره بدون تناقض، والغره فيه أنه قد أهرز ودرى من التفسير كل شواردي. فتظنه شيخ السيوط كلما انفسر الآيات عند مساجدي. وكذا بدا في سائر الأفنان بدرا ففاق بذاك كل عطاردي. فالكل يشعر أنه كالأخفش في النحو والتصريف دون تحامدي. أو ما ترى أن الورى يحتونه من مشرق ومغرب للتزايد، وهو الذي مأيه أن الهدى أدى سجيته وكل محامدي. ولذا يرى في قومه مثل نبي في أصحاب الأخيار آل التزعودي. ولذا يرى في قومه مثل نبي في أصحاب الأخيار آل التزعودي. أرجو له أمرا مديدا في الدنا من ربنا رحمن خير مساعدي، يبقى به بين الأنام مجاعدا في ديننا الإسلام دون تقاعدي، ينأى عن الفحشاء ثم يأمر بالخير والمعروف غير مفاسدي. بقلم إبراهيم نجم الدين نجل إمام سعيد وتر إن شاء الله تعالى. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، بارك الله فيك، شرفنا شرفنا، زادك الله بها علما ونفعك بها.